بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: أعظم ما يقوم به العبد في هذه الحياة هو تحقيق التوحيد، فحدثونا عن فضائل التوحيد جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك موحد وهناك محقق للتوحيد، وبينهما فرق. فالموحد هذا قد يكون عنده ذنوب وعنده سيئات وعنده دون الشرك، وهو تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إما أن يؤاخذ بذنوبه وإما أن يعذب فيها ويعاقب لا إلى الجنة. وأما محقق التوحيد فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء قد حققوا التوحيد، وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والمعاصي والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عادل من أسئلة يا شيخ يقول: ما مقدار العلم المجزئ، وهل يجوز كتمان العلم؟ العلم المجزئ ما يستقيم به دينك من الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام، هذا لابد، هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. وأما ما زاد عن ذلك فهو من العلم، تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كأحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات وإلى آخره، إلى آخر أبواب الفقه. هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حاجة المسلمين سقط الإثم عن الباقين. نعم. يقول السائل: نحن نثبت الصفات كما جاء تشير، فما حكم من أول هذه الصفات؟ حكمه أنه ضال، من أول الصفات عن معانيها وحرفها فهو ضال، قد يصل إلى حد الكفر إذا كان متعمدا لذلك وداعيا إلى ذلك. نعم. من الأسئلة التي وردت يقول: ما الأجر المترتب على من اهتدى على يدي مجموعة من الناس ودخلوا في دين الله موحدين؟ له مثل أجرهم، كما في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الشرك في العبادة لا يخرج من الإسلام، أما الشرك في الطاعة فقد لا يخرج من الإسلام لكنه فيه إثم. نعم. يا شيخ، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هل هذا حديث؟ نعم، هذا حديث، بلغوا عني ولو آية. والتبليغ على قسمين: تبليغ للنص والمعنى أو تبليغ للنص فقط. الذي يعرف المعنى يبلغ النص والمعنى ويعرف الناس، يفسر لهم الآية، يفسر لهم الحديث الذي يبلغهم إياه، والذي لا يعرف المعنى يبلغ اللفظ فقط، يبلغ الآية، يحفظها للذي لا يحفظها، يعلمها للذي لا يعلمها، هذا يبلغ النص فقط. نعم. شخص يطلب الدعاء من رجل صالح أو إمام في مسجد، ترجى إجابته لصلاحه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بطلب الدعاء من الصالحين ومن الذين يحسن الظن بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد عمر أن يعتمر، قال له: لا تنسنا من صالح دعائك. نعم. هل السيئات شيخ صالح تضاعف في مكة وكيفية ذلك؟ السيئات لا تضاعف، السيئة جاز بمثلها، لكنها تغلظ في الحرم، السيئة تغلظ ولا تضاعف إذا كانت في الحرم. نعم. هل تقاس أحوال الآخرة بأحوال
أحوال الدنيا؟ لا، هما فرق. الآخرة لا تشبه الدنيا، تعرف أمور الآخرة مما يجري في الدنيا لأنها على شكلها وعلى مثالها، وإن كانت في الآخرة تختلف. نعم. هذا زوج شيخ يمنع الزوجة من الحج والعمرة وبينهم خلاف منذ سنوات، وهي زعلانة ولم تؤدي فريضة الحج حتى الآن، هل للزوج ذلك؟ لا، ليس له ذلك أن يمنعها من أداء فريضة الحج إذا توفر لها محرم يسافر بها وهي لم تؤدي فريضة الحج، فلا يجوز له منعها ولا تطيعه في ذلك. نعم. يقول: حج أخي العام الماضي 1437 ولم يكمل طواف الوداع، وذلك لوعكة صحية ألمت به وهو الإغماء، فرجعنا إلى الرياض حتى الآن. نعم، يكون عليه فدية. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من ترك واجبا فعليه دم، عليه فدية، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء ويكفي هذا إن شاء الله. لئن كان أصابه المرض قبل الطواف ولا يستطيع أن يطوف للوداع فإنه يسقط عنه. نعم. وبالنسبة للحاج، هل له أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ لا، السعي لا يكون إلا بعد حج، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وإنما سأله رجل يوم العيد، يوم عيد الأضحى، قال: يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. هذا لم يتعمد، قال: لم أشعر، يعني نسي أو جاهل. نعم. هذه الأخت أم إبراهيم تقول: بعض النساء في المستشفيات إذا أرادت أن تصلي تفرش السجادة في العرض، ويكون السجود على السجادة والرجلين تكون خارج السجادة على البلاط. الأمر في هذا السهل، لا بأس بذلك. نعم. شيخ، تدريس القرآن وأخذ الأجرة عليه من قبل المدرس؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكن له راتب، إذا لم يكن له راتب فيأخذ من الطلاب الذين يدرسهم، لا بأس بذلك. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان له راتب فلا يجوز له أن يأخذ من الطلاب. نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر؟ إذا ذكر. نعم، صحيح، حديث صحيح، ما تسقط الصلاة بالنسيان ولا بالنوم، لكنه يصليها إذا استيقظ أو ذكر الصلاة التي نسيها. نعم. يقول: ما أبرز معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة؟ أعظم معجزة له وأبقى معجزة القرآن الكريم، هذا القرآن معجزة عظيمة باقية إلى أن تقوم الساعة، هي أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقرأ هذا القرآن من أوله إلى آخره، هذا أعظم معجزة. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة باقية. نعم. أحسن الله إليكم. لدي مزرعة كبيرة، مزرعة زيتون شيخ، ويتم جني المحصول في المواسم، أبيع وأشتري في هذا، هل في هذا زكاة؟ نعم، في القيمة، هذه تجارة، تبيع وتشتري في الزيتون اللي عندك أو اللي تشتريه وتبيع على الناس، هذه تجارة، الزكية زكاة عروض التجارة. حديث الشيخ: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا أصابه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وهو وصية لكل الأمة، يعني لا تركن إلى الدنيا وتطمئن إليها، أنت مثل الغريب الذي في غير بلاده، الغريب لا يطمئن في غير بلاده، فأنت في هذه الدنيا غريب. نعم. صحة حديث الشيخ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما شروط التوبة يا فضيلة الشيخ؟ المعنى صحيح، وأما ورود اللفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ذلك، ولكن المعنى صحيح، أن التائب من الذنب توبة صحيحة يغفر ذنبه ويصبح كأنه لا ذنب له، المعنى صحيح. وشروط التوبة؟ شروط التوبة ثلاثة: ترك الذنب والابتعاد عنه، والعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، الندم على ما فات وحصل منه، هذه شروط التوبة. نعم. يسأل يا شيخ عن الحكم الشرعي في نظركم في قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا؟ القرآن لا يقرأ على الأموات، يقرأ على الأحياء الذين يستفيدون منه، أما قراءة القرآن على الميت أو على القبر هذا بدعة من البدع، والميت لا ينتفع به. نعم. يا شيخ يقول: ما معنى الآية أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ المكر هو الاستدراج، والله يستدرج المذنبين والعصاة
العصاة إذا لم يتوبوا يغدق عليهم النعم ويظنون أن الله راض عنهم، وهو من حكمته أنه يعطيهم النعم ليكثروا من الذنوب والسيئات ويغتروا ويأخذهم على غرة وعلى غفلة. نعم. حديث يا شيخ: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، نرجو أن توضحوا لنا معنى هذا الحديث. معنى هذا الحديث: من سن سنة يعني أحيا سنة تركها الناس فله أجرها وأجر من عمل بها، وليس معنى سن سنة أنه يحدث شيء في الإسلام، هذا بدعة ليس سنة، ولكنه يحيي سنة تركها الناس. وسبب الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس محتاجون تظهر عليهم الفاقة والفقر، فأمر بالصدقة، فتتابع الناس اللي معه قبضة من تمر واللي معه كذا وكذا، إلى أن جاء رجل بصرة من الذهب قد عجزت عنها يده، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تشجعوا على الصدقة وتصدقوا بما لديهم، فقال الرسول: من سن في الإسلام، يعني هذا الرجل وأمثاله، من سن في الإسلام سنة يعني عمل بسنة نسيها الناس أو تغافلوا عنها فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. يقول يزيد: يا شيخ أرجو أن توضحوا هذا الحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما خانت اليهود وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله الرسول وقمع الأحزاب وأرسل عليهم ريحا كفت قدورهم وحصبتهم بالحصبة وقلعت خيامهم فأجلتهم عن المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. نفر من اليهود خانوا العهد وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، ونزل بهم ونازلهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ مسه مباشرة لا يجوز بدون وضوء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما مسه من وراء حائل أو في كيس أو في شيء يحفظ المصحف ولا تصل إليه يده فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ جهل كثير من المسلمين بمعنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وقد ترتب على ذلك الوقوع بما ينافيها ويضادها أو ينقصها من الأقوال والأفعال، فما معنى لا إله إلا الله وما مقتضاها؟ معناها لا معبود بحق، لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل فلا يشرك بالله شيئا. نعم. يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر، وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذه الأمور؟ الوساوس لا يؤاخذ الإنسان عليها، خواطر لا يؤاخذ عليها ما لم يعمل بها، إذا تركها فلا تضره لأنها من الشيطان. نعم. ما رأي الشيخ صالح، يقول السائل أبو عبد الله، في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة كثير من طلبة العلم، وهي: من كان شيخه الكتاب ضل عن الصواب؟ نعم، العبارة صحيحة، أن الإنسان لا يتعلم العلم من الكتب والمطالعة، إن هذا ضلال، قد تكون الكتب غير صحيحة أو فيها أخطاء، وقد لا يفهمها، تكون صحيحة لكن لا يفهمها، لابد من تلقي العلم عن العلماء، يقرأ الكتب على العلماء، هذا طلب العلم الصحيح. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قراءة الفاتحة وزيارة قبور الأولياء والصالحين، ويقول: أنا لا أريد الشرك، ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي: لماذا لم تزرني، لماذا لم تأتي إلي، فما حكم ذلك؟ مأجورين. الذي جاء إليه ليس الولي وإنما هو الشيطان، الشيطان هو الذي يأتي إليه ويقول: لماذا لم تزرني، لماذا. وأما الولي ولي الله فلا يمكن أن يطلب زيارته، ما يطلب من الناس أن يزوروه، إنما هذا الشيطان يدعو إلى الشرك، فعليك أن تترك هذا الشيء وتبتعد عنه. زيارة القبور، الزيارة الشرعية، هذه سنة ومستحبة لأجل السلام عليهم والدعاء لهم، أما زيارتها لأجل التبرك بالأموات وطلب الحوائج منهم هذه شرك ولا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. ما الأوقات الفاضلة التي تجاب فيها الدعوات؟ تجاب الدعوات دائما وأبدا إذا توفر شرط الإجابة، وقد
قد تؤخر الإجابة لمصلحة السائل، مصلحة السائل والله أعلم بحوائج عباده، فالإنسان يدعو، عليه أن يدعو الله عز وجل، وأما الإجابة فهي إلى الله سبحانه وتعالى. وأوقات الإجابة يعني التي يرجى فيها الإجابة أكثر آخر الليل، آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وآخر ساعة من يوم الجمعة، وعند جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة، هذه آكد أوقات الإجابة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: بماذا ينصح الشيخ صالح الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ نرجو منكم توجيه. نعم، عليهم واجب عظيم أن يبينوا البدع ويحذروا منها، قبل ذلك يبينوا الشرك الأكبر والأصغر ويحذروا منه، ويعلموا الناس عقيدتهم الصحيحة وعباداتهم الصحيحة ويوجهوهم، هذا شأن الدعاة. ليس الدعوة أنك تقف وتلقي محاضرة أو تلقي كلمة وخلاص هذه الدعوة، لا، الدعوة أنك تبين للناس وتعلمهم، تعلمهم ما يجهلون، توضح لهم الأخطاء التي يقعون فيها، تحذرهم منها. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.